معانا الشرقية للدخان جاله ضربة جزاء في الدقيقة 30 وضيعها او تصدى ليها كويس قوي ادهم محمد. الاهلي ماسك كورة مستحوذ ولكن ما فيش اللي يخلص اهي. يلا بقى ادي انطلاق رافت خليل، قول يا ابني زي ما توقعت. يا ها توقعت بس ايه، جون جون، قلت من بدري الولد ده لو خد المساحة لو خد الاريحية استايلك لعيب كورة يا رافت يا خليل، وبشماله يشيلها حلو. الاول للنادي الاهلي مع الدقيقة كام 48 او ايه الدقيقة التالتة من الوقت البدل متضايق. حلوة، شوفوا حضراتكم هنا بقى اهو الواد عنده شخصية شخصية، بص اهو شالها، قال له اهو، قال محمد عاشور براحتك امسك اليمين امسك الشمال انا هسقطها ماليش دعوة. رأفت خليل رقم 12، رأفت خليل يا سلام يا ابني، لما خد حرية حركة مضغوط عليه هرب من الرقابة خد واحدة، والجهاز الفني للشاي الدخان بيتكلم مع المساعد له. شوفوا حضراتكم ده قرار، هنا بقى نقول الولد ده تحيه ليه، واخد قرار انا هشيلها لا هطلع لبره ولا هعمل. الاول ليه رأفت خليل والنادي الاهلي، لعيب كوره قلنا دخان. محمد سيد جاي يلعبها لسه، النادي الاهلي ما عملش اي تعديل ما عملش اي تغيير. ادي ميدو نبيل كابتن الفرقه، وادي محمد سيد يحط الحزم عصام، سند سند حازم، عرضيه حلوه يا ابني، خطر 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 خطر، اوه من على الخط الجول وجول، قلنا خطر من بدري قلنا خطر، واضحه واضحه استلامه حازم عصام، وادي فرحه الشرير الدخان. ده مين ده؟ المساك عبد الفتاح احمد، عبد الفتاح احمد يتعادل الشرقيه للدخان. واضحه الكره وهي طالعه من رجل الولد حازم عصام، اهو هيجري بقى على الكادر ويشاور على الراجل، فرحان حقه، ارقص يا ابني وانبسط حقك طبعا. تعديل للشرقية للدخان مع الدقيقة كام؟ مع الدقيقة 58. شوفوا حضراتكم اهي، ادي الكرة تروح ليه؟ محمود مرسي ترد عبد الفتاح لوحده تماما، مفيش حاجة خالص، هي من الأول متشالة من على الخط، يبقى عبد الفتاح أحمد هدف مع الدقيقة 58 التعادل للشرقية للدخان. ممكن من على الأول ال 18 أقوم رافع، حد يقابل، أنا مش لازم أوصل. ادي خالد السيد وسع لنفسه، عدى عدى ومع حازم عصام وبيمينه اهي اهي، وادي عاشور، الجون فاضي، مش ممكن مش ممكن مش مجهون، مش لسه بنقول ده مين، ده رأفت خليل. رأفت خليل يا ابني عندك المفتاح عندك الحل، العرضيه محمد عاشور في العرضيات عنده مشكله، مش مشكلتنا بقى. وادي رأفت خليل الهدف الثاني للنادي الاهلي مع الدقيقه كام 67 من عمر المباراه والدقيقه 22 من عمر الشوط الثاني. شوفوا حضراتكم هنا محمد عاشور خروج غلط جدا، ما اتكلمش مع خط ظهره، رأفت خليل ركنها حلوه تخبط ترجع يقلش على فتاح احمد وعلى طول لف وسطه 10 على 10، رأفت خليل يضع الثاني للنادي الاهلي. من بدري قلنا التكتل عرضيات، التكتل تسديد من خارج ال 18، رأفت خليل يجيب الهدف الثاني. في تبديل ولا ايه للشرقيه للدخان؟ هنشوف شكله، عبد الرحمن طالع، عبد الخالق عبد الرحمن اهو طالع فعلا ونازل 18، فارس وائل، يبقى فارس وائل ثالث الحلول او ثالث التبديلات للشرقيه للدخان على حساب عبد الخالق عبد الرحمن. ضربه الجزاء هو اللي هيشوطها محمود مرسي، ضربه جزاء هتعمل ايه يا مرسي، هتعمل ايه يا مرسي، هتعمل ايه يا مرسي، ده مرسي شمعها على يمين ادهم سيحه، ما يقدرش يعمل لها حاجه سيحه، سيحه تصدى لضربه جزاء، وادي فرحه الشرقيه للدخان بالتعديل. طبعا التعديل فوقت قاتل 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 قاتل. محمد عاشور وهنبدا في الدقيقه 7 من الوقت البدل متضايع، 2-2 والاسبوع الاول من بطوله الجمهوريه لمواليد 2003 للشباب. ادي الكوره طبعا كرة السنترة والهدف فيها لغط كبير، ميدو نبيل، هي يا ابني هي يا ابني هي يا ابني، الله عليك يا ميدو نبيل، سند سند ميدو نبيل، ميدو نبيل يا يا سلام يا ميدو نبيل، والدقيقة 97، الله عليك ولد، يا سلام يا ابني، بليسنج حلو، سند راحت، قال لها ايه، شوفوا الكلام شوفوا الكلام، قلت من بدري قلت من بدري محمد عاشور شوط عليه يا ابني، شوط عليه يا ابني محمد عاشور في التسديد بعيد.